كالعادة معانا نجم وعندنا قضية. القضية المرة دي فتحتها وعلى مدى أسابيع ناقشتها مجلة الكواكب، وجورج سيدهم هذا الفنان اللي أمتعنا سنوات طويلة وما زال يمتعنا بأعماله محتاج لمعاش استثنائي. كان لازم نقابل نقيب الممثلين. كلمناه في التليفون، يا أستاذ يوسف تيجي عندنا؟ قال لا، تعالوا عندي في نادي الممثلين. رحنا وقعدنا واتكلمنا، وأصابني بالإحباط أحيانا كثيرة، وضحك ضحكته الشهيرة أحيانا كثيرة أيضا. الحقيقة يوسف شعبان كان جميل جدا في حواره، لكن في حاجة قالها يعني أعتقد أنها مرة جدا، أنه معاش الفنان بعد ما يعمل مشوار طويل من الأعمال لما يجي يطلب معاش من النقابة يوصل للرقم، يعني هتعرفوه في الحوار. هل يكفي نقابة الممثلين أنها تقول أن وفاء مكي سلمي نفسك بس، ده دور اللي هتلعبه النقابة في حاسة زي كده؟ اتصلت هي بالمستشار القانوني بتاعنا، والمستشار هو اللي قال لها سلمي نفسك، سلمي نفسك عشان اقدر اقوم بالاجراءات بشكل سليم. كويس. بس يعني النقابه هتطلع محامي يدافع عن وفاء؟ طبعا مكي. طلع اتنين محامين كمان. واذا ثبت ادانتها بقى بموقف النقابه ايه؟ والله عندي القانون بيديني الحق في العقوبه، بتتدرج من تنبيه ولفت النظر وبتصل الى حد الفصل لو كانت الجريمه مخله بالشرف. وفي رأي حضرتك في لو ثبت ان وفاء مكي عذبت الخدمه بتاعتها، انا ما اقدرش اسبق الاحداث واقول وجهه نظر فيها ادانه ليها قبل ما القضاء يقول كلمته. بس بلاش وفاء مكي، لو ثبت ان اي ممثله عذبت خدمتها للدرجه الفظيعه. مش معنى ممثله عشان انت نقيب الممثلين. ما ده بيحصل كتير، الناس العاديين ما هم بيتعاقبوا. ايش معنى ممثل عشان انت نقيب الممثلين وانت مش عارف ان هي ممثله؟ شوف الرد الفعل كان شكله ايه طبعا في المجتمع. طبعا ما هو شيء فظيع. ولذلك المفروض يبقى عقابه كتير جدا في بيوت، وما بلاش نفس رد الفعل يعني. بس الممثل المفروض انه قدوه والناس بتلتفت ليه، والمفروض يبقى عقابه في الحالات اللي زي كده اشد من البني ادم العادي. انت دلوقتي بتوحي بان هي فعلا ارتكبت الجريمه؟ اذا ثبت هذا، اذا ثبت اذا ثبت انت كيوسف شعبان بقى مش نقيب الممثلين، كراجل فنان احساسك مرهف يعني، اذا لقيت حاجه زي كده يبقى رد فعلك ايه؟ بلاش انها ممثله، شخص عادي وعمل حاجه زي كده. لا طبعا مفيش شك انه لو كان ده حصل فعلا ايوه، فيبقى سلوك مش سوي يعني من البني ادم اللي عمل كده، وبالتاكيد ده سلوك مرفوض. واذا كان انت في ايدك كرجل مسؤول انك انت تؤدب هذا الشخص اللي عمل كده، تعمل ده؟ بالتاكيد. عبلة كامل، طبعا المشكله بتاعت عبلة عند حضرتك. ايوه. عبلة موقفها غريب جدا، عبلة مش عايزة تقول سبب محدد لأنها انسحبت من البر الغربي، لكن هي مستندة على أن هي عملت دور بينتهي عند مرحلة ويبدأ من مرحلة أخرى بعد 30 سنة، فبتقول أنا خلصت المرحلة دي والمرحلة التانية مش قادرة أشتغلها، بس بتقول كده. وأرجوكم ما تسألونيش إيه السبب. هتعملوا مع عبلة إيه؟ وعبلة طبعا يعني مش عايز أقول لك قد إيه فنانة ملتزمة. و عبلة رجعت هتستأنف العمل، ده اتحلت المشكله. اتحلت المشكله. ده بتدخل لحضرتك؟ ايوه. ازاي عملت الحكايه دي؟ بعلاقات طيبه بزملائي وكده. انت كلمتها حضرتك؟ طبعا اتكلمت معاها. عشان كده بقى احنا بنقول ان نقيب الممثلين لازم يكون نجم. انت رايك كده؟ والله هو لازم يكون انسان محبوب، مقبول عند الناس، وبيثقوا فيه زملائه. مش بس زملائه، كمان المسؤولين، لان انت بتطلب احيانا زي النادي اللي احنا بنصور فيه النهارده دوت، ده انت جايبه باتصالاتك بعلاقاتك طبعا ده كان حلم بيراودنا من 28 سنه. ايجاد مكان يليق بتاريخنا وريادتنا في المنطقه. حلم وتحقق في 28 يوم. انا شايف شيء جميل ان الممثلين موجودين وقاعدين بيلعبوا. الحمد لله ما كانش في مكان يلتقوا فيه خالص. الحمد لله. جورج سيدهم كان في مشكله في المعاش بتاعه واتحلت الحمد لله. ليه كان في مشكله اصلا؟ يعني ليه خلقت المشكله؟ ليه كان في مشكله في معاش فنان مريض في المعاش؟ لا، كان طالب معاش استثنائي. معلش دي لازم تترفع على ما تقدرش انت كنقيب ممثلين يعني. تعمل انا اديله من عندي؟ ما تقدرش. ما فيش.
مفيش عندي في المشاكل دي تحلها ازاي يا استاذ يوسف؟ لما يبقى فنان كبير زي جورج سيدم ومحتاج فلوس، انت كنقيب ممثلين تعمل ايه؟ تقدر تعمل ايه؟ هو اللي انا اقدر اعمله ان انا الجا فعلا للحكومه انها تعمل له معاش استثنائي. هو ده الحل يعني. في كل فنان لازم المعاش بتاعنا لا يكفي. وانا من احلامي الفتره القادمه ان شاء الله لو ربنا اراد ان انا اتحمل مسؤوليه تاني المره الثانيه ان المعاش معاش الفنان يخليه يعيش حياه كريمه خصوصا لما يتقاعد يعني. هو انا ممكن اسال المعاش اللي بياخده الفنان زي جورج سيدم ياخد كام مثلا المعاش؟ ممكن اعرف الرقم؟ 200 جنيه. ايه رايك؟ شيء طبعا مؤسف. لا مش مؤسف بس دي يعني حاجه يعني شيء مهين. مش كده؟ يعني بس هو دي امكانيات الممثل اللي هو بيتكلم كلمتين في مسلسل بياخد كام دلوقتي؟ معلش بس انا يعني دي امكانيات ده الصندوق. انا باخد 2% بس من اجور الفنانين. اجور الفنانين بس ما شاء الله الفنانين بيشتغلوا كتير قوي. طب ما هو ولا انت بتاخد من العقود الرسميه؟ انت بتاخد الاجر من العقود المكتوبه؟ لان يعني انا اعرف يعني ايه عقود مكتوبه؟ مش هفيش داعي نخش في مشاكل. طيب ما انت هتقول لي انت مفيش داعي نخش في مشاكل. انما هل عندك ما يثبت ان في عقود مكتوبه وعقود مش مكتوبه؟ مفيش. ما عنديش ما يثبت بس هي دي الحقيقه يعني. لا انت بتاخد ال 2% دي من العقد. ما تقدرش تجزم منها حقيقه. انا مش اغلب حاجة. شغلنا مع الحكومه. الحكومه بتعمل عقدين؟ لا بتعمل عقد واحد. بتاخد 2% بيعملوا 200 جنيه للفنان معاش. ما هو انا يعني مثلا لو فرض وان الايراد اللي جه من ال 2% دي 1,000,000 جنيه في السنه. انا بصرف 1,800,000 جنيه معاشات وادويه وحاجات خاصه وعلاج واعانات مدارس طب انت متصور ازاي ده الرقم ده يزيد؟ يعني هل ممكن النقابه تعمل حفلات تعمل حاجه؟ لانه ده رقم مهين ان فنان ليه تاريخ ليه بتاع طبعًا. يوم ياخد 200 جنيه في الشهر يعني. هو للاسف الحكومه بتدينا اعانه لكل نقابه يعني نقابات الفنيه الثلاثه 12,000 في السنه. في ده السنه يعملوا ايه دول؟ لا ده ما تعرفش توديهم فين الحقيقه. أنا ما تعرفش توديهم فين. عملت المجهود الواجب اعمله. قابلت السيد رئيس الوزراء السابق دكتور الجنزوري وكلمته في المشكلة فحل الموضوع على وزير المالية. وزير المالية قال له بعد ما أنا رحت أسأله إيه النتيجة؟ قال له ده الفنانين بتكسب ملايين. فدكتور الجنزوري قال لي كده. قلت له مع احترامي لوزير المالية هو بيستمد معلوماته من الجرايد. إذا كان في فنانين بتكسب او يعني لمعه ودخلها كويس انا عندي 4,000 طبعا دول ما بيكسبوش. في 3,900 ما بيكسبوش عايشين بالعافيه. هم بيتكلموا على النجوم. فما النجوم ما عملليش حاجه. والسيد رئيس الوزراء الحالي رحت له برضه وكتبت له مذكره بس لسه ما ردش عليا. هتلاقي راحت لوزير الماليه ووزير الماليه هيستدعيك يعني هنعيش في نفس الجوله باذن الله. لا والله انا هحارب الفتره الجايه دي في سبيل زياده الموارد. خاصه انه ممكن تبقى فيني الإعانة لانه حرام. يعني يعتبروني حزب مثلا. ها؟ هو انتوا حزب؟ يعني وحزب كمان يعني اكبر حزب مؤثر في الناس. ساعدوني. لازم. وبعدين الفنان لما ما بيتعالجش وكده بتبقى حاجه يعني منظرها وحش على مستوى الوطن العربي. الحمد لله كان عندنا هنا الدكتور سلام وزير الصحه ومشكورا خلى العلاج حق للجميع مكفول للجميع. في معهد ناصر. في معهد ناصر. في مستشفيات وزاره الصحه بدون مقابل. يوسف شعبان سيمفونية الأداء التلقائي المتوازن في كل الأدوار. الله الله. أنت قريت الكلام ده؟ لا أول مرة أسمع التعبير. أنت بتقرا النقد الفني ومتابعه وبتحب تقراه ولا يعني؟ يعني بصراحة أقول أحيانا والله. يعني إنما التعبير ده أول مرة تسمعه؟ التعبير ده أول مرة أسمعه. ما يعني ما قريتش ال ولا حد قال لك في مكتوب. ما حدش قال لك مكتوب ان دوت في المصور. لا مش هيقول لي حاجه. لازم تبقى شتيمه حاجه كويسه. لا يقول لي ولا حد شتمك بيجي لك من التليفون. خلاص. انما لو حد محييك ما حدش بيقول لك.
انت بتقول الشيخ شعراوي الله يرحمه قابلته ودعالك وسالته الفن حرام ولا حلال؟ ايوه. طب عايز اعرف تفاصيل هذا اللقاء وننهي بيه الحوار عشان انا هو أقول. كانت الفتره اللي حصل ضجه حوالين هوجة. ان الفن سؤال طرح ولا حرام وعلى اثرها في زميلات تحجبوا واعتزلوا وكنا بنعمل دماء على ستار الكعبه في المسرح القومي واحنا على خشبه المسرح فتره صمت بالنسبه لي وكان سميحه سيده المسرح سميحه ايوب هي اللي بتتكلم يعني بتقول مونولوج فانا لمحت في اول كرسي الشيخ متولي الشعراوي قاعد ف ما كنتش عارف لا انا اتفاجئت بيه يعني ما حدش قال قبل العرض ما يبدا الشيخ الشعراوي جاي ولا خالص. طبعا كلنا عرفنا كان مدام سميحه و والزميل المرحوم ابراهيم الشامي وبتاع واول ما اتقفلت الستاره نزلنا له على طول على الاول صف وسلمنا قال قاعد بيدي علنا ربنا يديك الصحه يا سميحه يا ربنا يديك الصحه يا يوسف ربنا يديك الصحه يا عم ابراهيم ف عم الشيخ طب يعني افتينا بقى في المشاكل دي كلها ومش حرام وبتاع قال لي الفن اللي انتوا بتعملوه ده فن عظيم جدا فن راقي جدا بيقول للناس ايه الصح وايه الغلط وبيرشدهم للطريق السليم. في فن بيخش في نواحي تثير الغرائز نواحي تبقى ضد الخيام يعني فهو زي السكينه حتى شبهوا لي بالسكينه، السكينه ممكن تستعملها في انك تقطع الخضار وتقطع الفاكهه وممكن تقتل بيها بني ادم. هي طريقه استعمالك للحكايه. هو ده اللي قاله لي. طب انا اسالك بقى سؤال، هل الكلام ده اثر فيك انت شخصيا في اختياراتك للادوار فيما بعد؟ لا هو انا كنت واخد الفن كده من الاول. يعني انا واخده انه رساله ورساله تلي رسالات الرسل. لان هو مضمون اي عمليه دراميه ايه؟ ايه مضمونها؟ هل احنا بنحبب الناس في الشر؟ لا يمكن. احنا بنوري الشر ده ايه نتيجته؟ والخير هو ده اللي بنحبب الناس في الخير لان ده الطريق السليم. فمش ده مضمون الرسالات السماويه؟ طبعا انا واخد المساله كده من الاول يعني. عشان كده انا ما تاثرتش باي كلام اتقال عن ان هقول لك اتهام انا مش موافق عليه. بيقال ان يوسف شعبان من ساعه ما بقى نقيب ممثلين اشتغل اكتر وانا يعني نمسك الخشب ما شاء الله انت شغال كل الوقت. والله الحكايه دي بسطتني جدا ليه بس انا عايزك ترد لي بقى الحكايه انا هقول لحضرتك الحكايه دي بسطتني جدا ليه؟ لان انا بقيت اصغر نجم في مصر. عمري 4 سنين بس اللي هم جديد اللي هم من اول ما مسكت النقاب بقيت نجم وقبل كده ما كنتش بتشتغل لا 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 خلاص فانا بقيت نجم خلال الاربع سنين بس فكويس جدا صغرت يعني صغرت في السن وفي كل حاجه واصغر يعني اعتبر وجه جديد بالنسبه 4 سنين ده مفيش حاجه يعني يا دوبك تاخد دور صغير ولا حاجه لسه ببتدي يعني انما الاعمال اللي انت عملتها خلال 4 سنين انت تقدر تحصيها عشان نقول انت عملك يعني هو حصل خلط وخصوصا في حتى نقاد وللاسف المفروض انهم متخصصين في الكتابه عن الدراما يعني لازم يبقوا فاهمين انه في فرق بين تاريخ انتاج العمل وتاريخ عرضه. انت عشان تعرض لك في فتره واحده كذا عمل تصادف الاعمال الناجحه بتتسابق عليها القنوات طبعا بعد ما بتعرض عرض اول بتتسابق بدليل ان مثلا مسلسل ذا الضوء الشارد اتعرض 10 مرات يتشال من القناه دي حط في القناه يتشال لا وتعاد مرات 10 مرات كتير جدا انا بقى يعني مسؤول عن انه المسلسل ناجح والناس حابه تعرضه وكده. انت مبسوط انك بتستمر رغم نقيب ممثلين ولا الحكايه دي بتاخد من وقتك وبتعطل فنك؟ انا كنت همشي مش كنت همشي بعد ما خلص المده قبل ما تخلص المده يعني كان بيجي لي بتراودني الفكره فكره انك انت تخلع من ان انا اصلا داخل اخدم زملائي واخدم شغلتي اللي انا بحبها وبحترمها ابص الاقي نفسي بقف في محكمه الجنايات متهم وبص الاقي نفسي مرفوع عليا قضايا نصب عشان جبت النادي ده وخدت فتحت باب الاشتراك وزملاء دفعوا فلوس وقالوا لا ده النادي مش بتاعنا وبتاع فيبقى انا راجل نصاب باخد منهم فلوس فوجئت بانهم بيلموا توقيعات بالكذب عشان يسقطوا المجلس فوجئت انهم
بلاغ للنائب العام ان المجلس ده بيبدد اموال النقابه. يجي جهاز المركزي للمحاسبات ويحقق ويرفع مذكره للنائب العام انه ضوء. وانت كنت في حالك بتنزل تعمل شغلك وتعيش حياتك وانت كمان صاحب مزاج يعني رايق كده وانا داخل اخدم زملاء نفسي في كمتهم. انما ده زادني اصرار الحقيقه يعني اذا غيرك غير طبعا زادني اصرار تماما أنا ده زادني إصرار على إن أنا فعلا الـ 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 الشغلة اللي أنا بحبها وبحترمها لازم تفضل محترمة. ده ضروري لازم. ده ضروري ده ضروري وضروري تبقى متمسك مهما كانت النتيجة إن شاء الله أخش السجن فعلا إنما الشغلة دي لازم تبقى محترمة لازم. قمت بدور سيكون مفاجأة عند عرضه، بداياتي الفعلية في فيلم اللبيس الذي أكون فيه بدور العمر، لأنه من الأفلام الجادة والقوية وسوف يكون نقلة كبيرة بالنسبة لي ولأبطال الفيلم. وبعدين النقاد واحد منهم قال أنه أميرة فتحي بنت حلوة وهي حلوة بس ممثلة لا. ما فيناش مزعل لا خالص، ليه أزعل؟ لا فهل أنت لما تعرض الفيلم واتكتب النقد عن الفيلم، وده على فكره مش بس اللي كتب ده مجموعه من النقاد كتبوا الحكايه دي، اتغير احساسك تجاه الفيلم ولا برضه حاسه ان هو فيلم ونقله وليكي والابطال الفيلم هقول لك حاجه، انا بحترم جدا النقد، يعني ده حاجه يعني ما فيهاش كلام. اما بالنسبه ان انا يعني كنت ممثله او لا، يعني انا احب قوي الناقد لما ينقدني يقول لي اميره كنت المفروض تعملي كذا تعملي كذا، كنت تركزي على كذا. انا ما فهمتش حاجه من النقد، يعني انا ما فهمتش حاجه من ده. انا لما شفت رد فعل الناس لما حضرت بريميره، كان في مشهد ليا ماستر سين بيني وبين مدحت صالح، المفروض ان انا بعيط فيه وبنهار لانه حبنا يعني هينتهي او كده. لقيت حد من الجمهور كان بيعيط، لا اعرفه ولا يعرفني ولا اي حاجه. يعني هل انت لما قريت النقد اللي اتكتب ضد الفيلم، هل انت هتاخدي بعد كده انطباعاتك من الجمهور وهتبطلي تتابعي النقد؟ لانك بتقولي النقد ما افادكيش في حاجه، بالعكس اراء الناس هي اللي حسيتك انك مثلتي كويس. لا هقول لك، لا بالعكس، لا طبعا ههتم بالنقاد بس هاخد منهم اللي اقدر استفيد منه. يعني نقد زي ده انا ما خدتش منه حاجه، او يمكن انا اكون فعلا، ما هو انا عايزه اقول لك حاجه، انا كل يوم هعمل، كل ما هعمل فيلم كل ما هاخد خبره اكتر، لان انا ما درستش. انا بالنسبه لي ما درستش، فانا كل ما هعمل عمل اكيد هتعلم حاجه. يا رب تعتبري ان اثناء عملك دلوقتي انت بتدرسي بالظبط كده، ودي احلى دراسه، ان انا عملي حاجه عمليه بشتغل، واكيد انا فرقت من صعيدي لفرق البنات لللبيس، اكيد في فرق، يعني مش معقول يكون ما فيش خالص. فده نقد واحد انا سمعته، لكن في نقد تاني كان معايا. يعني انا سمعت نقد تاني كان كتب عني في برنامج رايد مهمه جدا، اتقال انه اميره فتحي اكتر الناس اللي كانت جاده جدا في الفيلم ده، وان هي اثبتت لي المره دي ان هي فعلا بتمثل. فهو اراء يعني مختلفه يعني. طبعا طبعا بسبب. انت بتقولي نعم للاغراء لكني لا اتعرى مثل الاخريات. لا ده مكتوب عني انا قلته بلساني. لا مش حقيقي انا. طيب انت بتقولي نعم للاغراء. لا مش بقول نعم للاغراء، انا بقول نعم للدور اللي احس ان انا بحبه واقدر اعمله واحس ان هو مفيد ليا ونقله الاميره. بس ايه هو الدور؟ ما اتكلمتش عنه، انا دلوقتي بشكل ادواري. كويس انك قلت كده، لانه انا الحقيقه يعني التعبير ده لقيته ضد شكلك في فيلم اربع بنات، فرقه بناته بس. ايوه مش كده بالظبط كده، يعني كنت منطلقه فيها. لا يعني الشخصيه بتحكم، بس من الشخصيه بالظبط كده. ما هو ده اللي انا بقوله لك، ان انا لا ولا لا. انا مع الشخصيه اللي تشدني واحس ان ده فعلا حقيقي لازم يبقى فيها. يعني دي كانت بنت في فرقه بنات ضايعه، همها المخدرات وهمها ان هي تلبس عريان. بس المفروض في الحاجات دي يا اميره انه بيبقى مشهد مشهدين يعبروا عن الموقف. لا هي شخصيه كده طول الوقت، هي شخصيه كده، بدليل ان هي بتغني اغنيه في اول فيلم بتقول بلبس مكشوف ما اعرفش كسوف. هي البنت كده منطلقه، هي دي دماغها، ان هي تلبس اللي هي عايزاه، تعيش زي ما هي عايزه، تعمل اللي هي عايزاه، مفيش رقيب عليها. يعني انت بعد ما شفتي الفيلم حسيتي ان دي حاجه مهمه بالنسبه لك؟
يعني ده فيلم مهم اضاف لك اي اضافه؟ انا بحبه. بتحبيه؟ بحبه جدا. بحب سكره قوي، بحس ان البنت دي شقيه، بنت شقيه يعني. على فكره دي موجوده يعني، احنا ما بنعملش حاجه بتبقى من الخيال. انت ممكن تكوني بتحبي الشخصيه، بس برضو الواحد يحب الفن اللي اثر في الناس ويعيش معاه. والله يعني صدقني هو اثر في الناس، صدقني اثر في الناس، فرق بنات اثر في الناس بجد. بدليل هقول لك حاجه، ممكن شخصيه تلبس عريان جدا والناس تبقى مش مائزه منها، وفي شخصيه ممكن تلبس عريان وتبقى الناس حباها. ما تخلينيش بقى ايه اهدم عليك. لا قول. اثر في الناس ازاي؟ ده فيلم يعني ضعيف مستوى فنيا وفكريا وما فيهوش حاجه خالص، بس جماهيريا نجح. ما نقدرش نقول كده لانه جماهيريا نجح. لو بتتكلم عن فيلم، اصل هو فيلم منقول. انا هقول لك حاجه بس وانت لسه بتبتدي، انه في افلام كتير قوي نجحت جماهيريا لنجمات بدون ما فيش داعي لذكر اسماء يعني، وما بقتش ليها اي اثر دلوقتي، ما بقتش موجوده خالص وكانها ما اتعملتش. يعني اذا انت بصيتي على الايرادات بس ده مش هيبقى. لا والله انا مش ببص على الايرادات بس، انا ما بصيتش على ده بس، بس يعني لمجرد ان الناس حبت اميره برضو في يعني. انا يعني من كام يوم افتكر حاجه كده، وقع ان انا حضرت في مكان معين كان في ناس كتير جدا، وكان بيتنادى عليا باسم سكره للفيلم. فاكيد تعلق مع الناس. وبعدين انا ما شفتش من الناس يعني، انا اما رحت اتفرجت في سينما مع الجمهور، ودخلت في وسط الجمهور والدنيا ضلمه خالص وهما بيتفرجوا، وفجاه الاستراحه فالنور نور. كان في ناس محجبين كانوا حابيني، يعني ده معناه انه يعني الناس دي يعني شويه برضو بتبقى يعني متحفزه. حاجه الحقيقه والله صدقني انا بقول لك الحقيقه، انا مصدقك ان هم يعني مش مأذوش مني، وده يهمني يعني ان انا عملت ده كفن يعني، لكن مش من ناحيه بقى ان هم يضايقوا مني. يعني ايه كفن؟ ايه الفن فيه ده؟ ان هي البنت دي كده، دي موجوده في الحياه، دي مترقعه دماغها كده، تلبس اللي هي عايزاه، تعمل اللي هي عايزاه، مفيش رقيبه عليها، بتشرب مخدرات، سايبه اهلها وبتغني، عامله فرقه بنات بتغني. هي دي الشخصيه. هلبس لها ايه؟ هلبس محجب؟ لا يمكن. لا طبيعي، من الطبيعي. ولا هلبس العادي. كانت السينما بتعمل ايه يعني؟ بتدي منظرين ثلاثه اربعه، انما الفيلم انا رايي ان هو يعني رايح خالص، يعني رايح خالص ومشوا يعني، خدوا راحتهم خالص في المشاهد. لكن ده لمحه انت حباه والناس حبته، احنا ما يصبحش كلامنا ليه قيمه. لا لا لا، لكن انا بقول لك يعني تاريخيا ده معروف، يعني تاريخيا معروف ان في نوعيه من الافلام بس انت بتحبيه. انا هقول لك حاجه، انا برضو أنا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فمش معقول ان انا اول ما هعمل حاجات بت يعني انا لسه مدام اميره، انه ما تبقي لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وهتاخدي رايك من الجمهور، مع كل الاحترام والتقدير للجمهور، انما ما يبقاش الراي منهم خالص. لا طبعا يعني انا ما قلتش كده، مش الجمهور، الايرادات، لانه في افلام بتعمل ايرادات وما بت صح صح. لا انا ما قلتش يعني كده على فكره، انا مش قصدي كده خالص. بس انا قصدي ده كبدايه، انا لسه يعني لسه ما وصلتش لمرحله ان انا لازم اختار العمل كله يعني كل حاجه فيه صح. صعب عليا دلوقتي قوي. لا طبيعي، ما صعب عليا كده يعني. لا وده نجوم بقالهم 20 سنه بيشتغلوا وبيعملوا اخطاء وبيختاروا افلام ما تبقاش صح، بس انا ما عرفت، بحاول اعرف انت بتفكري ازاي. انت كان بدايتك يعني في صعيدي، رايح في صعيدي في الجامعه الامريكيه. ايوه. وبعدين رجعتي بعد شويه قلتي انا مش هشتغل مع سنيده الهنيدي وعلاء واحمد السقا ده مانشات بس على فكره، لو قريت اللي جوه يعني انا فاكره الموضوع ده لان زعلت قوي. كلمت صحفيه صاحبتي قوي وبنوته لذيذه قوي، حنان الهمشري. ايوه. وكلمتها قلت لها كده يا حنان يعني تزعلي ناس يعني مني انت ما قلتيش الكلام ده خالص؟ لا ده مانشات مش اكتر. في ناس دايما بتستغل يعني، بتحب تحط مانشات كده. فقلت لها انت دلوقتي هتزعلي مني الناس دي كلها، وانا بدايتي مع هنيدي والناس دي وقفت جنبي، وبدايتي قبلها كمان بالظبط، بدايتي كمان في بيتزا ثلاث مشاهد، اول مره اقف قدام كاميرا سينما مع اشرف عبد الباقي وعلاء ولي الدين، هم اللي رشحوني في الفيلم. فده يمكن اعمل كده في الناس دي، ان دول اصحابي وقفوا جنبي. فانا ما حصلش ده، وحنان تشهد على الكلام ده. قالت لي حبيبتي ما هو كل الناس اللي بتقرا ما بتلاقيش ده. قلت لها برضو المانشات بيشد الناس والناس هتتضايق. يعني ما تقالش خالص؟ لا خالص. لا والله خالص خالص. لا انما استقبالي تشتغلي في اي فيلم طبعا مع هنيدي او علاء او احمد السقا. طبعا طبعا دول اصحابي. انا بقى الحقيقه سالتك لان خطبت افتكرت انك بتصوري ان حنان او منى بيشتغلوا معاهم ممكن يبقوا. لا 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 مش معقول اقول حاجه زي كده، اكيد مش هبقى طبيعيه لو قلت جمله زي دي. بس انتوا عندكم مشكله كبنات دلوقتي موجودين في السينما، وهي في مشكله الموضوع اللي تبقى البطله بتاعته بنت. في مشكله في الحكايه دي؟ وطبعا في مشكله، لانه ما فيش حد دلوقتي عنده ثقه في البنات يعني. انا حاسه انه يعني كل الكتاب اللي عندنا ما عندهمش ثقه في البنت، مش عارفه ليه. يعني ليه ما نجربش زي افلام زمان مثلا، بلاش اخلي البطله لوحدها، خلي مجموعه بنات ثلاث اربع بنات تعمل عليهم حواديت بالظبط يشيلوا فيلم. لا المشكلة؟ اعتقد بيتعمل حاليا في فيلم اسمه سهر الليالي، اعتقد مجموعه ده فعلا بنات ده وده شيء جميل جدا يعني، فعلا اسعدني انه يحصل ده. وبعدين انت يعني جوزك يعني بينتج لك افلام؟
والله بقى حرام عليكم. اتهام والله العظيم ان هو حرام. ليه هو مش انتاج لك فيلمين؟ لا هو فيلم واحد فيلم يتيم لسه السنه دي اللي هو يعني اللبيس. اللبيس يعني انا ظهرت يعني من قبله. مش في الخطه ينتج لك افلام تانية ولا ايه؟ في الخطه ان هو يعني راجل حب يبقى معايا، يعني الحكايه هويته جدا لانه اتجوز فنانه فحب الوسط الفني وحب صناعه السينما، فحب ان هو يعمل ده وفي نفس الوقت يقف جنبي. يعني مفيش مانع، بس انا البوش اللي خدته بعيد عنه خالص. يعني انا بدايه ظهورك مش من عنده بالظبط. يعني بدايه ظهورك الاساسيه كانت في افرض مع حكيم، افرض مع استاذ علي بدرخان، وبعدين بيتزا بيتزا مازن جبلي، وبعد كده عملت صعيدي. كل ده جوزي ملوش دعوه. وبعدين عملت فرق بنات بطوله بعيد عن جوزي خالص، كان ظابط شرطه ساعتها. فحرام، انا مظلومه جدا. يعني هو في الموضوع طلع وهينتج. هل في مشاريع بينك وبينه باذن الله قريب؟ ان شاء الله ربنا يسهل. في مشروع كده مليون سنه حب، ده اسم الفيلم الجديد. مليون سنه حب ده اسم الفيلم الجديد، وان شاء الله يا رب ربنا يوفقنا فيه. يعني انا هسالك سؤال اخير، انت غيرت شكلك خالص بعد اغنيه افرض؟ ايوه صح. ليه عملتي كده؟ انت كان شعرك اسود ده بعد صعيدي مش بعد افرض. بعد الصعيدي بعد صعيدي كان شعرك اسود. انا كنت بالصدفه بعمل مسلسل بيتذاع دلوقتي على القناه الاولى. المسلسل ده طلع فيه دور بنت انجليزيه، وحبيت انا اساسا ملوله يعني بحب اغير كتير، فغيرت لون شعري بالصدفه. فلقيت فعلا هاني ياشين بيتكلمني في التليفون بيقول لي اميره انا عايزك تيجي تعملي دور كذا كذا. قلت له مش معقول يعني الصدفه. رحت قابلته قال لي بنفس الشكل ده، قال لي فعلا ده هيبقى مطابق جدا للشخصيه. ورحت فعلا عملته. اللي حصل ان بعدها انا حبيت نفس اللون عليا، خليته شويه. لقيت جالي فرقه بنات وكانت نفس الشخصيه محتاجه كده برضو، فخلاص فخليته شويه. لا مش معناه ان هفضل كده على طول، لان انا بحب التغيير على طول. فاكيد هرجع ما تخضتيش كفنانه اتعرفتي بشعرك الاسود انك انت تعملي تغيير؟ لا انت رايك ان الفنان يعمل كده من حين لاخر؟ طبعا يعني ما فيش كلام، لازم اغير على طول عشان الناس ما تزهقش. يعني ما احبش الناس تبقى زهقانه من اميره، يعني عارفه شكلها على طول. لا احب الناس تشوف اميره تقول الله دي اتغيرت، دي شكلها حاجه تانية دلوقتي كده. يعني انت بتفكري في مستقبلك ازاي؟ يعني احنا اتكلمنا في بدايه الكلام على انه الايرادات ومش الايرادات. انت بتفكري نفسك تعملي فيلم زي فيلم ايه كده عشان بس نخلص الكلام؟ يعني قلتي فرقه بنات وبس عجبني، فانا مش عارف اتناقش معاك الحقيقه. فانا عايز اعرف ايه الفيلم اللي انت قدامه، يعني غايه احلامك؟ يعني والله صعب قوي ان انا افكر في غايه احلامي. مش الوقت. من الافلام اللي انت بتشوفيها، انا يعني بتكلم على افلام السينما المصريه. يعني فيلم عملته حاجه حمامه، عملته سعاد. لا ده حاجه انا قلتها قبل كده في برنامج برضه، انا بحب الفيلم ده جدا سبحان الله، انا ممكن اقعد اتفرج عليه كذا مره. ابن حميدو بعشق الفيلم ده بجد مش هزار. ابن حميدو عايز تعملي دور مين؟ ابن حميدو هند رستم. بس طبعا لا يمكن، يعني هي لو سمعتني ما تزعلش مني، انا مجرد بقول كده عشان بحبها، لكن انا لا يمكن اعمل حاجه زي كده طبعا. يعني بس انا ما نفسي تعملي حاجه في الشكل ده بالظبط كده.